هي واحدة من بين 15 ممثلا شابا في مسلسل أرضي الذي ذاع صيته في الصومال وحظي بمشاهدات عالية في المنصات الرقمية. شكري عبد القادر شغفها بالتمثيل قادها إلى المشاركة في أول عمل درامي تلفزيوني في مقدشو. تجربتي في الصومال بالتمثيل سواء كانت أول مرة لي طبعا كانت تجربة ممتعة جدا، يعني ما حسيت بالصعوبات اللي أنا ممكن توقعتها، يعني كانت أسهل بكثير من توقعاتي. المسلسل يتألف من 10 حلقات ويعكس واقعا مريرا يعيشه الطلبة في المدارس في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية التي أثرت سلبا في الواقع التعليمي. ويكشف هذا المسلسل عن واقع الحياة في المدارس كانتشار المخدرات والعنف. فيلم كأرضي استغرق تصوير هذا العمل الدرامي 3 أشهر بمشاركة العشرات من معدين ومخرجين ومصورين وممثلين، وكان عملا ضخما من حيث الإعداد والتصوير. المسلسل الدرامي هذا صور بمعدات تصوير عالية الدقة، مزجت حلقاته بين مشاهد عنف وجوانب مضيئة من حياة الصوماليات. لا تتوفر في العاصمة مقدشو مدارس لتعلم فن التمثيل الدرامي أو المسرحي، وبرغم ذلك فإن هذه المسلسلات الجديدة تحظى بمشاهدات عالية بفضل إقبال الشباب على التمثيل من أجل التعبير عن واقع بلادهم، لكن من خلال الفن هذه المرة. في المسرح الوطني هنا يعرض أول عمل سينمائي يمثله جيل التسعينيات فقط، فيلمان قصيران يتناولان قصصا مختلفة عن جيل الحرب لمدة ساعة تصويرية شادت انتباه الجمهور. حظينا بفرصة عرض فيلمين من إنتاجنا واستغرق التصوير 3 أشهر في مناطق مختلفة. الفيلم الأول يتناول قصصا كوميدية والآخر عن واقع ونمط عيش الصوماليين. لنحو 3 عقود لم تستقبل خشبة هذا المسرح عروضا مسرحية وسينمائية بسبب الحرب الأهلية بداية التسعينيات من القرن الماضي، لكن إقبال الشباب على التمثيل الدرامي والمسرحي مؤخرا يحيي ليالي مقدشو برغم التحديات الأمنية. الشافعي عبد الله العربي مقدشو.